لتحضير عجينة القطنية، ملعقتين كبار خميرة فورية، ملعقتين كبار سكر، كبيتين حليب دافي، كبيتين طحين، هاي أول كباية، وهاي تاني كباية. بنجيب الويسك نخلطهم منيح، ومنريح العجينة 15 دقيقة. بعد مرور ربع ساعة بنضيف أول كبية، عنا 3 كبية، هاي تاني، هاي تالت كبية. بنضيف فوقهم نص كبية زيت زيتون أو زيت نباتي. هلا بدي أعجنهم، بعد عندي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة ملح. هلا بدي أعجن العجينة. هلا عجينة فينا نعمل روز زعتر، بيتزا، سبانخ، وجبنة، ومنقيش على أنواعها. عجينة قطنية كات اند دو، عجينة غير شكل، عجينة عن جد قطنية. هلا شوي منحط زيت نباتي او زيت زيتون تحت العجينه، وكمان منرش او طحين او زيت، منريح ساعه ساعه ونص. شوي زيت على وجهن، نرجع منغطي بالفوطه، منريح ساعه ساعه ونص. اهم شيء بدنا نلتزم بهالكوب المعيار. واو، هلا بدي رق العجينة مثل سينامون رول، رقينا بهالطريقة. هلا بدي احضر الزيت، وزيت زيتون او زيت نبات. هاي عم حضر زعتر، زعتر اردني وزيت زيتون. أنا ما بحط كتير كتير. هاي خلصنا، هلا بدي أعمله رول. صار عنا رول غير شكل. هلا منجيب السكين، أكيد بدنا نقص. بلش نقص، طلعوا من جوا. حضرنا نص عليه، أكيد كمان بدنا نرجع نريح. هلا بدي احطه بقلب الصينيه، طلعوا. هلا بدي خلي بعد نص ساعة لتر ربع ساعة ما بيأثر، أكيد بدي غطي عليه لترتاح العجينة أكتر. بحب الترتيب أنا بالشغل. بعد ما اختمرت العجينة حميت الفرن على 180 درجة.